مشاهدينا الكرام، مساعدكم مساء، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. بداية يترأس السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطنية اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء يتناول بالدراسة والمصادقة مشروع القانون العضوي المتعلق بالجمعيات ومشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2022، إضافة إلى عروض منها مراجعة البرنامج والبرامج التعليمية والكتاب المدرسي والتحضيرات الخاصة بستينية الاستقلال. في الانشغال الصحي أشرف اليوم بالعاصمة وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد رفقة وزيرة البيئة سامية موالفي ووزيري الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة بن عتوزيان على إطلاق عيادة صحية متنقلة للتحسيس والكشف عن داء السكري ومضاعفاتها. العيادة المتنقلة قافلة والسكري تعمل لأول مرة بنظام الطاقة الشمسية لتجوب مختلف ولايات الوطن. صحيا دائما، وبمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم، نظمت المديرية العامة للأمن الوطني بالتنسيق مع مختلف الفاعلين حملة وطنية للتبرع بالدم في أوساط الشرطة عبر ثلاث مراحل. المبادرة الإنسانية تهدف إلى تجسيد قيم التضامن الإنساني والمسؤولية وتعزيز التعاون الجواري بين مختلف فئات المجتمع. أشرف الوزير المنتدب المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة ياسين المهدي وليد رفقة وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية كريم بيبي تريكي على اختتام فعالية التحدي الجزائري للمؤسسات الناشئة، وقد تم عرض بعض المؤسسات الناشئة الناشطة في مجال التكنولوجيات المالية والبنكية، كما كانت المناسبة فرصة لتكريم الفائزين بهذه الفعاليات لتشجيع أصحاب المشاريع المبتكرة. في ظروف حسنة انطلقت صباح اليوم أول رحلة من المطار الدولي أحمد بن بلة بوهران نحو البقاع المقدسة وعلى متنها 300 حاج لأداء مناسك الحج. انتقلت صباح اليوم إلى رحمة الله الزميلة الصحفية بالتلفزيون العمومي بقناة كانال الجيري صبرينا خليفي عن عمر نهز 37 عاما إثر وعكة صحية. الفقيدة التحقت بالتلفزيون العمومي سنة 2006 بصفتها صحفية محققة في برنامج بونجور دالجيري، وإثر هذا المصاب الأليم يتقدم المدير العام للتلفزيون العمومي شعبان لوناكل باسمه باسم كافة إطارات وعمال المؤسسة بتعازيه الخالصة إلى عائلة الفقيدة، راجيا من المولى عز وجل أن يتغمدها برحمته الواسعة ويلهم ذويها جميل الصبر والسلوان. إن لله وإنا إليه راجعون. دوليا، وفي إسبانيا أصبح التحور والدبلوماسي للحكومة يكلف مدريد ضريبة أكبر أثارت رفض الطبقة السياسية لانزلاقات سانشيز المتكررة. رئيس الحكومة الأكثر استدعاء للمساءلة من قبل منتخبي الشعب. أصدر البرلمان الكاتالوني بإسبانيا قرارا يؤكد ارتكاب الاحتلال الصهيوني جرائم فصل عنصري ضد الشعبية الفلسطيني، حسب ما أورده الإعلام الإسباني الذي ذكر بأن لجنة العمل الخارجي والشفافية والتعاون بالبرلمان الكاتالوني أقرت في 16 جوان الجاري مشروع قرار يؤكد ارتكاب الاحتلال الصهيوني جرائم فصل عنصري ضد الشعب الفلسطيني، وهو ما يجعل من هذا البرلمان الإقليمي أول هيئة تشريعية في أوروبا تتهم المحتل الصهيوني بهذه الجرائم. بهذا الخبر نكون قد وصلنا إلى الختام، ألقاكم على رأس الساعة.